الله ونعم الوكيل، مدينة نوى، مكان سقوط البرميل على مقبرة الإمام النووي بجانب مقام الإمام النووي. حسبنا الله ونعم الوكيل، سقط بالمقبرة على قبور أهالي مدينة نوى. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو البرميل الثاني هذا اليوم عن مدينة نوى، سقط بمقبرة الإمام النووي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى الأموات لم تسلم من هذا النظام.